السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كلكم لاباس. اليوم فيديو جديد، بلاصة جديدة. دابا راني كنتواجد في واحد الحقل ديال الفريز الخوت. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفلوغ اللي غيكون ربما ميني فلوغ. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التجربة اللي زوينة الصراحة، كاينة في ألمانيا. ففي ألمانيا كاين واحد السيستيم. فالسيستيم شنو هو الخوت؟ فالخوت ففي ألمانيا كاينين بزاف ديال الحقول ديال الفريز. فمني كيوصل يعني الموسم ديال الجني ديال الفريز، بحال دابا راني دابا في الموسم ديال جني الفريز، يعني دابا في واحد الحقل ديال الفريز. فالفلاحة شنو كيديروا؟ فهما كيديروا واحد القدر ديال الفلوس، يعني كتجي البلايص اللي عندك الحق. اصلا كتلقى ديما واحد البلاكة مكتوبة فيه زالبس فلوكن، يعني شنو هو زالبس فلوكن؟ يعني كتدخل الحقل ديال الفريز، اما كتجيب الكفة ديالك ولا كتشريها من عند الفلاح وكتدخل الحقل ديال الفريز. يعني كتجمع انت الفريز اللي عجبك، انت اللي كتحيدو براسك وكتجمع الكفة. بحال دابا راني انا دابا شوفها، راني جمعت الكفة ديال الفريز، ومن بعد غنمشي عنده هو غيعبر لي الكمية وغيقول لي شحال الثمن. يعني الثمن ماشي ما غاليش بزاف، ماشي بحال سوبر ماركت. والميزة ديال هاد الشيء يعني انت اللي كتختار الفريز اللي عجبك. اخوات قبل ما نعمرو هاد سميتو كيربشن كما كنقولو بالالمانية، نعمرو بعدا الكرش، ندوقو هاد الفراولة، يعني الفريز كي داير الفريز ديال المانيا. صراحة المذاق واعر، هايلا واعر صاحب الفريز ديال الالمان. فهاد البلاصة كاملة شوف شوف شحال ديال الناس اللي جايين لهاد البلاصة باش يجمعوا الفريز يعني براسهم. كتخلص واحد القدر ديال الفلوس وكتدخل. الخوت الأغلبية اللي كيجيو لهاد البلايص، يعني خصوصا العائلات مع الأطفال، فالأطفال يعني الدراري الصغار هما كيعجبهم بحال هادشي، فهمتي؟ بحال واحد الإكسبيريونس مانيفيك، فهمتي؟ بحال يعني الدراري الصغار كيعجب لهم هادشي، يعني كيجيو مع الوالدين ديالهم، كيجمعو حتى هما الفريز من الطبيعة، يعني واحد الإحساس فيشكل، ماشي غتمشي ديريكت للسوبر ماركت. يعني غتاخذو بحال يعني بواحد الثمن، اما هنا لا، اما هنا لا. فهنا كتجي يعني مع الاطفال ديالك، كتجيب الكفه ديالك وكتجمع الفريز، يعني اكسبيريونس صراحه زوينه. الكفه بدات كتعمر الخوت، شوف والله الا بدات كتعمر، خصنا نعمرو الكرشه بعدا. هاد الفريز ديال هاد العام ديال المانيا والله الا عنده المذاق واعر، خصوصا هاد العام المانيا حتى هي الجو بدا كيسخن بزاف، يعني والفريز خصو ديما الشمس. والله الا زوين الصراحه، مذاق واعر اقسم بالله. واحمر والله الا احمر، ها
وهذه هي الكميه اللي جمعتها الخضار. راه غنشوفهم شحال الثمن. ما البولا في لاس كوست صافي شفي المدة بسوا ساقل هيكس السالو بولا سيرفس deswegen sag hier ich bin zum ersten mal eigentlich arbeite ich im Café aber die Chefin hat mich um Aushilfe gebeten also als Aushilfe bin ich hier. Ja. Kommen so viele Leute hier ja hier wir haben auch eigentlich unser richtiger Stand des Kurpfalzhof ich glaube das ist Richtung Schwitzing oder ja ja Speyerstraße hat mir das jemand dort gesagt dass ich dort hier komme ja ja aber viele Kinder kommen hier oder das macht viel Spaß glaube ich für die Kinder und so zur Hochzeit ja jetzt ist ein bisschen Ende von Erdbeerzeit aber zur Hochzeit ist es schon viel los so 13 Euro bei dir ich hoffe auch heute die Kimia kam wie viel Kilo sind da drin warte 2300 ich weiß hier das letzte Kilo kurz wie viel hast du gesagt nochmal 13 Euro die Tasche Euro kurz جيش كيلو ونص 13 اورو وفريش والله الا فريش من الحقل ديال سميتو ديال الفريز طانكي شو نقولها الحاجه اللي كاينه في المانيا بزاف ديال المناطق خصوصا في العروبيه الصراحه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف هاد الحاجه اللي بغيت نشارك معكم الخوت فمثلا انت الا كنتي من يعني من الناس اللي كيعجبهم الورد ولا بغيتي دير الورد لمرتك مثلا خصوصا نهار الحد ولا نهار الاثنين فهمتي فكاينه واحد الحاجه اللي مبنيه على الثقه الخوت فشوف فكتجي لهاد البلاصه ياك فهنا ما كاين لا مول صحاب شي لا حتى شي واحد شوف هنا كاين الموس ياك وهنا كاين البلاصه فين ترمي الفلوس فكتاخذ الموس وهنا الارض ديال الورد كتاخذ الموس وكتاخذ الورد كتبي كتقطع الورد اللي عجبك ومني كتسالي فهنا كتجي كترمي الفلوس الا ما كانوش عندك الفلوس كان عندك التليفون فعندك الحق تخلص بالبيبول الا ما بغيتيش كاع تقطع الورد فها هو الورد مقطع هنا محطوط في الماء واحد شتراوس يعني واحد الربطه ديال الورد تساوي 5 اورو يعني هذا الشيء مبني على الثقه ما كاين حتى واحد الله يحدي 24 ساعه على 24 ساعه فكتجي كتاخذ الورد اللي عجبك كتاخذ واحد الشتراوس هنا كترمي الفلوس ديالك هنا ولا كتخلص عن طريقة البيبول الخوت فهذه هي الكمية ديال الفريز اللي جمعت ان شاء الله غنحاول ندير مع هذا الفريز نحاول ندير واحد الكونفيتور او العصير ديال الفريز الخوت اليوم كان فيديو على واحد التجربه اللي عشتها معكم جاني الفريز يعني زالبس فلوكن يعني جاني الفريز في حقول ديال المانيا نتمنى يكون عجبكم الفيديو فإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني لايك تلقوا ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده تهلاو في راسكم تشاو